قانون الطوارئ كل الحقوق والحريات ينالوا منها. أول حاجة المفاهيم الفضفاضة، غياب الرقابة القضائية، غياب الرقابة البرلمانية، غياب رقابة محكمة الدستورية، المدة 6 شهور طويلة وتمديد 3 شهور المدد، التدابير غير مضبوطة بشكل دقيق، صلاحيات واسعة لوزير الداخلية والوالي، المساس بالحقوق الأساسية اللي هي الحريات التنقل وغيرهم والحريات الأساسية للأفراد، الحريات العامة، الحقوق النقابية، حريات الثقافية، الحريات الأكاديمية، كل النص هذايا ما يرتقيش إلى مستوى الحقوق والحريات اللي جاء بها الدستور. النص هذايا في تضييق للحقوق والحريات، ما يحترمش أحكام الدستور وما يحترمش خاصة الفصل 49 من الدستور اللي يضع الضوابط واللي ممكن تحدد الحقوق والحريات من المس من جوهرها، واللي ما لم يحترم التناسب والضرورة وعمم تقييد هذه الحقوق والحريات بالاعتماد على إعلان حالة الطوارئ. ما ثماش قانون نجمو نعملوه من غير ما نرجعوا للمعايير. شنو اللي عندنا المعايير؟ عندنا المعيار الاول هو الدستور اللي هو الفصل 49، ثم المعيار الثاني هي المعاهدات الدوليه اللي هو خاصه العهد الدولي للحقوق المدنيه والسياسيه. فبالتالي غياب الرجوع لهذه المعايير ينتج نصا اللي هو النص اللي شفناه اليوم، نص مختل من حيث اجراءاته، من حيث الضمانات اللي يعطيها، من حيث انه اصبح هو قانون حالة الطوارئ، هو أصبح حالة طوارئ للحقوق والحريات، ما عادش ليحمي الأمن، ولكن احنا ما زلناش نخشاو من حرية الأفراد على الأمن بقدر ما نضمن حقوق الأفراد وحرياتهم، وهو ذيك الحصن الأول لضمان الأمن. من أكثر الفصول اللي قلقتني هو الفصل 11 لأنه تتعلق بالجمعيات، وأنا نعتبر اللي توا من أكثر المجالات اللي تم قاعدين يضايق فيها السلطة هذية عبر القوانين هو العمل الجمعياتي. يعني اليوم احنا كلنا نعرفوا اللي فما تقريبا حسب ما يقولوا السلطة يعني تقريبا 246 جمعية اللي هي مجبور فيها. علاش نعموا التقييد مادام انت عندك قائمة فيها جمعيات اللي فيها مشبوه فيها، علاش انت تعممها وتعممها على كل الجمعيات؟ فما اكثر من 22,000 جمعية. القدم اللي كانوا في الحزب الحاكم قاعدين يرجعوا بشوية بشوية، والسياسة الديكتاتورية اللي كانت موجودة قاعدة ترجع بشوية بشوية عن طريق ناس كانوا قبل ورجعوا توا قاعدين يرجعوا. الأنظمة من تتوق دائما الى التسلط، يعني كل نظام يتوق الى التسلط، يعني في فكر في التصور الذهني للسلطة لصاحب السلطة أنه دائما يشتغل بطريقة المنظومة القديمة، يعني المنظومة القديمة هي جزء من 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 الذهنيات، يعني لا نستطيع أن نفكر خارج ذهنيات المنظومة القديمة الآن، لأن المنظومة القديمة هي جزء من المنظومة الحالية، فبالتالي كل تفكير هو تفكير داخل المنظومة القديمة، وكل تفكير داخل المنظومة القديمة ينتج مشاريع قوانين بهذا الشكل.